تعمل لك نوع من المفاجآت، تعمل لك مفاجآت كبيرة جدا. لازم تجهز نفسك أنت لكل الظروف وكل التحديات. أنا ما زلت حتى الآن دائما أتأمل في شخصية خديجة رضي الله عنها وموقفها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتأييد الرسول صلى الله عليه وسلم وتجسير الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف الزوجة، موقف الزوجة دائما في عملية من التثبيت. وهذا نحتاجه دائما، يكون عندنا صديق، يكون عندنا أحد دوره أن يساعدنا في عملية المؤازرة، مؤازرة نفسية. ترى إحنا أحيانا ليس المسألة أنك أنت تكون عندك جيش كامل عشان تنتصر، أنت بحاجة إلى شخص يفهم عليك ويعرف قدراتك ويكون عنده إيمان بك ويساعدك على عملية التثبيت. لأن إحنا في صدمات الحياة لا نستطيع أن نوجد كتالوج والله نقول أن هذا الكتالوج لو أخذته تقدر تحل كل مشاكل الحياة. الحياة كبد، وبالتالي لابد أنك تعرف أنه لابد أن يكون عندك آلية جيدة لعملية التعامل. أذكر لكم قصة سريعة حصلت معي، من القصص الغريبة مرت علي في حياتي. كان لي زميل من الزملاء كنا أنه في نوع من التنافس أثناء العمل، يعني مرة أنا أكون رئيس، مرة يكون هو رئيس، مرة يكون رئيس، تعرفون يعني حصل كذا. ثم هذا الزميل أثناء المنافسة وأثناء العمل انتقل إلى دارة أخرى ولف، أخذ له لفة طويلة، ولكن ما زال يعني بيننا نوع من يعني ليس العمل ودي. فأصبح هو مستشارا لمدير مديري، يعني أصبح مستشارا لمدير مديري. في أحد القضايا أنا كان عندي معاملة وكنت أنا مدير الإدارة وفوقنا في مدير، أخذت المعاملة ورحت بها إلى المدير العام لعرضها عليه، فقال لي وديها المستشار. مريت على المستشار هو زميلي، فلما دخلت عنده الله يجزيه خير أكرمني وكذا وقال لي اجلس وجاب شاي وجلسنا أنا وياه وحدنا في الغرفة. فقال لي عبارة وأنا أعرف أنه جاد، قال لي شوف أنت مشكلة، أنت مشكلة، يقول لي أنا أنت مشكلة، أنت دائما تجيب أفكار وتجيب مشاريع وتجيب أشياء، فأنت مشكلة، أنت مسبب قلق للمدير. أنا لو حطوني مدير أول قرار راح أسويه راح أطلعك من الإدارة. فقلت له يا رجل غيرها، قال والله لو حطوني مدير لا أطلعك من الإدارة. هذا الكلام كان يوم السبت، كنا نداوم وقتها يوم السبت. فرجعت وحكيت للزوجة، قلت له والله أنا قابلت فلان، وهي تعرفه من خلال أحكي القصص، قابلت فلان وقال لي كذا وكذا. يوم الاثنين صدر قرار صار مدير. هو صار مدير، صار مدير يعني الثلاثاء الله يخفى، يعني يوم الثلاثاء أول يوم أنا سأداوم هو الآن مدير. فتخيل جلست أنا بقى لما وصلني القرار، وطبعا وصلنا القرار بنهاية الدوام، فأنا وصلني القرار رجعت البيت أتغدى وجالس كذا. الزملاء ما قلت لهم اللي في العمل، يعني ما كلمتهم، بس أنا كلمت الزوجة. فرجعت شكلي متغير، فجيت عند الزوجة قلت لها والله اليوم فلان صدق قرار صار مدير، والحلفة حقه يوم السبت، يعني ما قد نسي. فأنا الله يعيني بكرة أجهز كل أوراقي وأجهز كل شيء خلاص، يعني أترك بدأ بينفذ الحلفة حقه. فقالت لي دحين سؤال، هو الرزاق ولا هو المرزوق؟ تعني كيف؟ قالت هو الله ولا هو إنسان؟ قلت هو إنسان. قالت ما دراك، يمكن هو جاي الله سبحانه وتعالى جابه عشان ماذا يفعل؟ إنه يعرف قدراتك. مش هو قال لك إنك جايب دائما تجيب مشاريع وتجيب أفكار؟ ترى الإنسان لما يكون برا غير لما يكون داخل. ترى طيب الحل؟ قالت ولا شيء، جهز نفسك وروح جهز أوراقك وجهز كل شيء، إن في خير تبقى وإن فيش خير تمشي. هذه الكلمة والله وقعت في النفس. فلما رحت العمل أول ما رحت الصباح جهزت أوراقي وجهزت كل شيء، الناس راحوا يسلمون علي أنا ما سلمت عليهم، ما يعني عهدي بو قريب. فجهزت نفسي كل شيء على الظهر إني أروح أودعه. فدخلت للظهر جيت سلمت عليه، وكان رجل حقيقة يعني مؤدب في استقباله. لما دخلت عليه إذا هو يبتسم لأنه متذكر هو الحلفة. فلما دخلت قلت له أباك وحدنا، قال لي عارف عارف اجلس بس، وقفل الباب فجلس. قال لي قول، قلت له والله يا أخي الكريم أنا جبت لك ملفات كلها وأنت قد حلفت وما أباك تصوم ثلاثة أيام، فإذا تبغاني أمشي هذه الملفات كلها موجودة وأي شيء تحتاجه أنا مستعد وأنا اللي أقدم إعفاء عشان أمشي. قال لي يا رجل نفس الكلمة قالها، قال يا رجل اللي يده في الموية غير اللي يده في النار. يعني كيف أنا الآن صرت مدير كيف أشيلك؟ أنا معتمد على الله ثم عليكم أنتم. أول تنافسنا غير، والله 8 سنوات عملنا أنا وياه من أفضل مدير لما كنا. لذلك أحبتي الكرام رقم واحد، توقعاتنا أحيانا عندما لا يكون عندنا شخص يثبتنا تخلينا ننظر الأمور بزاوية مختلفة. أروح برضو لشيء آخر. طب خلي الشيء الثاني بس أبغى أوشر في البيئة دي ونرجع للموضوع، لأنه ممكن الزملاء يبغى نطلع فاصل، لكن بس أبغى أكد على نقطة أنت جميلة لما ذكرت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وذكرت القصة الأخرى المشابهة لها أو قريبة منها، قصة الزوجة الكريمة الله يحفظها لك. يعني بعض العلماء في تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن أن لخديجة قصر في الجنة لا صخب فيه ولا وصب أو لا نصب، قالوا لماذا لا صخب فيه؟ فقالوا بأن خديجة رضي الله عنها وأرضاها أبعدت في حال حياتها مع النبي عليه الصلاة والسلام كل صخب عنه، حتى قالوا قضية صخب الأولاد كانت تحرص على أن يكون الأولاد في حالة هدوء عندما يدخل النبي عليه الصلاة والسلام، فهي هيئت له كل الظروف، فكان مكافأتها من الله عز وجل أن يكون لها بيت في الجنة لا صخب فيه ولا وصب.